السلام عليكم ومرحبا بكم محبي الزراعة. إن شاء الله سوف نتحدث عن تشييد البذور لتقليل المصاريف وزيادة نسبة الأرباح. سوف نتحدث عن التشييد وأهميته وفوائده، كذلك متطلبات لكي نقوم بتشييد البذور بأنفسنا. كذلك سوف نتحدث عن جميع مراحل تشييد البذور. كما تلاحظون مع إخوان، تشييد البذور يعتبر أهم مرحلة قبل البدء في الزراعة، أي تشييد البذور وتحضير المحصول الزراعي للزراعة. بالنسبة لفوائد التشييد فهي عديدة جدا، ألا وهي تقليل المصاريف. يمكننا اقتناء الشتلات من عند أصحاب المشاتل أو تشييدها. في هذه الحلقة سوف نتحدث عن تشييد البذور بأنفسنا بطرق بسيطة وغير مكلفة. بالنسبة لفوائد التشييد، تقليل المصاريف، كلما قللنا المصاريف كلما زدنا في نسبة الأرباح بالنسبة للمحصول الزراعي. كذلك يمكننا التشييد في أي وقت من السنة. يجب مراعاة نوع المحصول الزراعي، هل هو محصول شتوي أو محصول صيفي. كذلك يمكننا التشييد لنا الأسبقية في الزراعة، يمكننا التشييد في وقت مبكر وإعداد المحصول الزراعي وبيعه في أسواق في أوقات مبكرة وتحقيق عوائد ربحية وبيعه بأثمنة جيدة. كذلك اختيار البذور المناسبة لك والتي تفضلها. كذلك بالنسبة للتشييد، تختار البذور بأنفسك، تقوم بتشييدها على حسب النوع المراد زراعته. كذلك له عدة فوائد. كذلك يمكنك عمله كمشتل زراعي، عقد اتفاقية مع الفلاحين أو المزارعين القريبين منك وعمله كمشروع زراعي، سواء مساحة صغيرة أو كبيرة في المنزل أو في المزرعة. يمكنك تشييد أنواع من الزراعات وبيعها لأصحاب المزارع. بالنسبة أوقات التشييد، يمكنك التشييد في أي وقت. فبالنسبة للتشييد، ما هو التشييد؟ بشرح مبسط، توفير الحرارة المناسبة لإنبات البذور في بيت محمي أو دافئ. فبالنسبة للتشييد، سوف تحتاج إلى كومبوست أو سماد مخصص لزراعة البذور. فهناك بعض المزارعين يقومون بالتشييد عن طريق رمال، فهذا أمر خاطئ. تعفن البذور، من الأفضل استعمال الكومبوست المخصص لإعداد البذور وزراعتها، لأن نسبة تصريف المياه جيدة، عكس الرمال تحتفظ بالماء وتتعفن لنا البذور. كما تلاحظون نسبة الإنبات فهي تفوق أكثر من 90% من ناحية إنبات البذور. على سبيل المثال، بذور الفلفل يمكن تشييد عدد كبير من الزراعات. كذلك بالنسبة للتشييد، إعداد مشتل سواء صغير، سوف نتحدث عن المشتل الصغير، سوف تحتاج إلى بلاستيك وكذلك سوف تحتاج إلى أسلاك. كما تلاحظون مشتل صغير وبسيط جدا، يمكنك تشييد أي مساحة تريدها بأقل تكلفة. فبالنسبة للتشييد، لكي تنبت لنا البذور جيدة يجب مراعاة الفصول أو الحرارة. في فصل الصيف نعتمد على بيت دافئ متكون من بلاستيك مغطاة بالبلاستيك. في الليل عندما تنخفض درجة الحرارة، في النهار نقوم بإزالة البلاستيك ونضع شباك لكي نخفف ارتفاع درجة الحرارة لكي لا تحترق لنا الشتلات. كذلك في فصل الشتاء أو الخريف عندما تنخفض درجة الحرارة، نضع بلاستيك فقط، لا داعي لوضع شباك في النهار لأن الحرارة في النهار كذلك تكون منخفضة، عكس فصل الشتاء الصيف عفوا. كما تلاحظون هذه الفلفل لقد أعددناها للزراعات الصيفية، لهذا في الصباح أو في النهار نضع شباك، في الليل نضع بلاستيك، لأن الحرارة في الليل تنخفض درجة الحرارة عكس النهار ترتفع درجة الحرارة. بالنسبة للسقي، طريقة السقي أن تكون معتدلة، يجب توفير الرطوبة بالنسبة للبذور وللشتلات فقط، لا داعي للإسراف في المياه، عكس إذا قمنا بزراعتها في فصل الصيف يمكننا سقيها يوميا في الصباح الباكر وفي المساء بنسب قليلة على شكل رادات من ناحية السقي، باستعانة برشاش على شكل رادات ألا تكون نسبة الضغط عالية فيه لكي لا نسبب في تشتت البذور وكذلك تكسير الشتلات. من الأفضل وضع رادات على طريقة رادات بضغط منخفض. كذلك في فصل الشتاء يمكننا سقيها من مرتين على حسب حاجة المحصول. في فصل الشتاء لا داعي للسقي بشكل يومي، السقي مرة إلى مرتين في الأسبوع. فبالنسبة للتشييد فهو يختلف على حسب نوع المحصول، على العموم ألا تتعدى 55 يوما تكون الشتلات جاهزة.
كما تلاحظون بالنسبة لشتلات الفلفل أو أي محصول كيفما كان نوعه، يجب توفير الحرارة المناسبة له. بالنسبة المتطلبات من حيث التشييد، تحتاج إلى صواني كما تلاحظون أو علب بلاستيكية، فهي تختلف حجمها على حسب نوع المحصول وكذلك الشتلات المرى زراعتها. كما تلاحظون بالنسبة للفلفل كذلك هناك صواني مخصصة لكل نوع من الزراعة على حسب الكثافة أو شعيرات الجذرية أو الساق كذلك. بالنسبة للطماطم توجد أصناف أخرى من الصواني يمكننا اقتناء، ولا بد لكل مزارع أن يتوفر على هذه الصواني، يمكن أن تعمل لك سنوات عديدة إذا قمت بالاحتفاظ عليها. سوف تحتاج إلى كومبوست، سوف تحتاج إلى بيت بلاستيكي صغير أو كبير أو مسجل صغير أو كبير لتوفير الحرارة المناسبة لإنبات البذور سواء فصل الشتاء أو في فصل الصيف. كما تلاحظون بهذه الطريقة سوف تقلل عليك المصاريف والتشغيل في أي وقت. على العموم بالنسبة إذا أردنا أن نقوم بإعداد محصول زراعي على سبيل المثال صيفي، سوف نقوم بالتشغيل مبكر. على العموم يمكن تشغيلها بداية شهر فبراير من أجل إعدادها مباشرة في بداية الربيع، وهكذا لكي نربح الوقت وتكون لنا أسبقية في الزراعة وبيع المحصول بأثمنة جيدة وأثمنة مربحة وتجنب التنافسية بين المزارعين. كما تلاحظون لأن التشغيل له العديد من الأطوار فهو يعتبر المرحلة الأولى، كذلك يعطيك وقت عند التشغيل في تلك الأيام 50 يوما إلى 60 يوما. نذهب إعداد التربة أو لتمهيد الأرض للزراعة من خلال حرثها وتقريب التربة، وكذلك إعداد المصاطب الزراعية وضع السماد العضوي وكذلك رش المبيدات لمكافحة الأعشاب الضارة، وهكذا في تلك الفترة نذهب إعداد التربة للزراعة وهكذا. كذلك عندما نقوم بزراعة المحصول الزراعي لكي نكرر عملية الزراعة مبكرة، كذلك نقوم بإعداد مسجل آخر ونقوم بالتشغيل قبل الانتهاء من تلك المحصول الذي قمنا بزراعته، وهكذا سوف نكون قد وفرنا دورة زراعية ممتازة، زراعة في 4 فصول من السنة كذلك. فبالنسبة للتشغيل له العديد من الأدوار، يمكنك عمله كمسجل زراعي كمشروع زراعي وبيع الشتلات لأصحاب المزارع أو الأشخاص محبين للزراعة، وتشغيل عدد أنواع من الزراعات كالبطيخ الأحمر كالبطيخ الأصفر كالشمام كالخيار والعديد من الزراعات، يمكننا تشغيلها بأنفسنا بأقل تكلفة واختيار البذور التي تناسبنا من ناحية الشكل من أفضل البذور الهزينة. كما تلاحظون فهذا المسجل صغير جدا عبارة عن بلاستيك غطاء بلاستيك وأسلاك، لديك نضع أسفل العلب البلاستيكية كما تلاحظون بلاستيك لأن الجذور لكي لا تنبت لنا مباشرة مع التربة، من الأفضل وضع بلاستيك، هذا أمر ضروري بالنسبة للمسجل الزراعي، من الأفضل وضع البلاستيك أسفل كما تلاحظون. بالتوفيق.